الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة المغربية يبقى أساس أي تسوية لقضية الصحراء بالنسبة لغالبية الصحراويين، معطى أكد عليها السيد خليهنا ولد رشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي والتي دامت لأزيد من ساعة. والله أنا فرحان بالعودة إلى المغرب، أنا دائما متفائل. أوكي. لقاء كريستوفر روس برئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يؤشر على أن تمثيلية الصحراوية لم تعد محصورة في مخيمات تيندو فقط، بل هناك ممثلا للأغلبية الراغبة في طي الملف بطرق سلمية ومن خلال حل سياسي ينهي المأساة الإنسانية لإخوانهم في مخيمات تيندوف، حل مبني على مشروع الحكم الذاتي كخيار واقعي. كما يبرز اللقاء أهمية هذه الهيئة ودورها في التداول حول مجمل القضايا التي تهم جهة الصحراء.